رمضان على مزيكا فام. تونس دونك اليوم تعيش على واقع ظاهرة تمثل في قيام الأطباء والقضاة والمهندسين وأعوان المالية بالاحتجاج في ظرف صعب وقاس على الجميع. هذه الفئات ليست الأكثر احتياجا أو تضررا خلال أزمة كورونا، مع ذلك اختاروا الاحتجاج للحصول على منح وامتيازات. هذا كلام محمد طرابلسي نقرأ فيه: نحن لا نناقش المطالب، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية. الإضراب المفتوح لنفذ المهندسين منذ أكثر من شهر يصنف حسب معايير العمل الدولية إضرابا سياسيا لا يخدم مصلحة أي طرف. هذا أيضا كلام وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. الإضرابات المفتوحة لم تعد مقبولة، باش نواجهها بالقانون من خلال التسخير وقرارات أخرى مصاحبة لمنع تعطيل مصلحة الدولة للمواطنين. لا مجال لمزيد من الإضرابات المفتوحة والاعتصامات. هناك أطر التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لكن دون لي ذراع. ويقول أنه المفاوضات والمهندسين هما عمادة مهندسين لدعات إلى الإضراب، ليس من حقها مناقشة الحقوق المادية للمهندسين. وإذا كانت تحب تتفاوض في الحقوق المادية نجم تأسس نقابة صغيرة وتفضل تتفاوض على روحها. سي كمال شحنون، تفضل عميد المهندسين. شكرا، بارك الله فيك أبو بكر. دونك الحاجة الأولى اللي يلزم نخليه الشيء في ضرورة، وهذه هي ما هي الزيادة، هذه منحة خصوصية أقرها مجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر 2018 وكان ذلك برئاسة المرحوم الله يرحمه نعم بجنس الباجي قايد سجي. نهارتها أقروا زيادة خصوصية لثلاثة أصناف للحد من الهجرة، لأنه كما تعرف احنا توا عندنا 3500 مهندس يخرجوا من تونس كل سنة. طيب. دونك الثلاث أصناف هذوما اللي هما الأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين. دونك في الإطار هذايا اتسنت اتفاقية نتاع 5 سبتمبر 2019 وتعطات منحة خصوصية، نقول مش زيادة، منحة خصوصية للأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين نتاع الوظيفة العمومية برك، كما نقول مهندسين يعني حتى المهندسين المعماريين نتاع الوظيفة العمومية برك، وتم استثناء المهندسين نتاع القطاع العام، مع العلم أن الهجرة في المهندسين نتاع القطاع العام هي أكثر بكثير من بقية الأسلاك لسبب بسيط، لأنهم هما مهندسين أولاد المرافق العمومية، يعني عندهم تجربة نتاع ميدانية اللي مطلوبة خصوصا في أفريقيا. دونك هذا الإطار العام. هما السيد الوزير عمل 5 مغالطات، مش نبدا النقطه الاولى بسرعه تمزيه سيد العميد. الله يبارك، قال ما عندناش اتفاق. هو الغريب من الامر انه السيد كاتب العام للحكومه في جلسه لجنه شؤون الاداره قبل 3 أيام منه والحامله للسلاح قال الاتفاقيه اللي امضوها معنا العماده، ما السيد اللي أمضى ما عندوش الأهلية للإمضاء، ما عندوش تفويض في الإمضاء. دونك هنا لأنه مستشار وليس بوزير. والغريب في الأمر أنه نرى في الاتفاقية الكل اللي قاعدة تتعمل أغلبها قاعدين ينصحوا فيها مستشارين، وهنا دونك يولي تناقض ما بين كلام السيد الكاتب العام الحكومة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية. يعني عندنا اتفاقية ممضات، واحد يقول ممضات من طرف واحد ما عندوش تفويض والآخر يقول ما عندكش اتفاقية. دونك يلزم أقل شيء نقصه من اللخبطة هذه وحد أدنى من الانسجام، لأنه قابلت السيد رئيس الحكومة 3 مرات اللي تكلار أنه السيد هذا مفوض لذلك ما فمش مشكل فيه. طيب. في النقطة هذه. طيب. ما عندكمش الحق. النقطة الثانية قال ما عندكمش الحق في الإضراب أو ما عندكمش الحق في التفاوض من أجل الزيادة المادية. شكرا. هنا أول حاجة ما فهمش التشريع التطبيقي لمعنى الإضراب، دونك ما عندكش وثيقة قانونية تقول لك شكون يعمل إضراب وشكون ما يعملش، هذا مبدأ قانوني. من بعد احنا في الفصل 9 متاع العمادة، اللي الفصل 9 من القانون اللي أحدث العمادة، يقول أن العمادة لها دفاع عن المهنة ماديا وماليا، هذا مكتوب بالقانون مصادق عليه مجلس نواب الشعب مصادق عليه. ونزيدك في 1989 وقت الوزير الأول سي الهادي البكوش الله يرحمه، العمادة عملت إضراب بيومين على إثرها خذينا منحة الهندسة. دونك هذا كله يدل على أنه عندنا حق باش نقوموا بالإضراب وباش نتفاوضوا في ذلك. والحاجة الأخرى
أنه حتى ولو ما كان معناش في الفصل هذا التاسع معناش مذكورة الدفاع على المهندسين، أنه من مهامنا الرئيسي هي تنظيم المهنة. كيف تقول تنظيم مهنة؟ يعني عندك حقوق وواجبات نتاع مهندسين، الواجبات يقابلها مجلس التأديب لما يخل بها، والحقوق تقابلها ظروف العمل. دونك هنا يلزمك تعطيه أجرة تحترم الموقع نتاعه. دونك وحنا راهو علاقتنا مع النقابة هي علاقة تكامل، لأنهم هما لهين بالزيادات في الأجور وبكل ما يهم العمل النقابي، فنحن لا ننازعه أبدا ما عدا الأمور الخصوصية نتدخل فيها لا أكثر ولا أقل. النقطة الثالثة هو قال هذه تهم القوانين الأساسية، كل مؤسسة عندها قانون أساسي وما تجمش تشد تعطي صنف دون صنف آخر. دونك هنا شو نقولوا له؟ راهو بعد ما عملنا الاتفاقية هذه في 9 بالضبط، هو 29 ديسمبر تفاهمنا احنا وياهم، لكن محضر جلسة تم إمضاؤه في 16 فبراير 2021. بعد 29 ديسمبر تم تنزيل الاتفاقية هذه ل 81 مؤسسة اللي هي عندها حاجة مشابهة للوظيفة العمومية، نفس التأجيل، و12 مؤسسة أخرى. دونك كيف هبطت انت ل 93 مؤسسة معناتها تنجم تعمل، يعني الحلول موجودة. حاجة أخرى اللي راهو اقترح علينا، هما اقترحوا علينا على أساس أنه النجم ناخذ الزيادة لكن ما ندخلوش في المفاوضات الاجتماعية المقبلة اللي هي من مشمولات الاتحاد، ما عندناش دخل نناقشوا في الموضوع هذا. دونك هنا تدل على أنه فما الإمكانية لذلك. حاجة أخرى، كيف تعاملت الاتفاقية متاع 5 سبتمبر 2019 لما تعطات للأطباء، الجماعة الأطباء متاع الصناديق الاجتماعية يعني الكنام والسينيتات والسيرفات عطاهم الزيادة هذه. دونك أنت منين تدورها تلقى أنك عندك حق، ما فمش مشكل، يعني الحلول متوفرة لتنزيلها. الحاجة الأخرى يقول لنا الرابع مغالطة، يقول لنا أنه شهريات الأجور متاع القطاع العام هي مرتفعة ما عدا مؤسستين أو ثلاثة اللي هما أقل من الوظيفة العمومية. هنا نقوله في جلسة 10 أبريل مع السيد رئيس الحكومة والسيد كاتب عام الحكومة والسيد مدير ديوان الحكومة رئيس الحكومة، نهارتها جابونا احنا معنا حوالي 250 مؤسسة، جابونا بالضبط حوالي 30 مؤسسة بالمجد أجورهم أرفع من الوظيفة العمومية، والبقية متاع 250 اللي هما أكثر من 200 مؤسسة هذوما مقسومين على صنفين. فما في صنف اللي هو كيف المشابه للوظيفة العمومية، وفما في صنف أنه بعد الزيادة، يعني هما قبل الزيادة كانوا متشابهين وبعد الزيادة والزيادة للوظيفة العمومية ولاو أقل. دونك هنا الأمور واضحة أنه الوظيفة العمومية الشهريات متاعهم ثابت، ما هياش أقل. هو يقول أنه زاد القطاع العمومي عندكم مثلا تخصص 17 شهرية مثلا في بعض القطاعات. أنا الأرقام هذه راهي هي بعد ما ناخذوها على السنوي، مش يعني على 12 شهر. الأجر السنوي باحتساب المنح بدينار قبل الزيادة ولا بعد الزيادة؟ وهي علاش المشرع عمل قوانين أسوسة خاصة أساسية خاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية؟ لسبب بسيط، لأن طبيعة العملها تختلف عن الوظيفة العمومية، عندهم يعني ساعات عمل أكثر، عندهم أيام ما إيه. أما سمحني لو كنت تأخذ النسب، سمحني سيد العميد، راهو كما سحنون عميد مهندسين تونسيين، لو كنت نأخذ مثلا مؤسسة جيت تقول أنتم المؤسسة هذه في القطاع العمومي معدل التأجير 28 مليون ونعش قديش مثلا، أي ولا 30 مليون معدل التأجير، الركومة تعرفش نسبة التأثير فيها قديش وتقارن فيها بالوظيفة العمومية، فهمت؟ تعرفش نسبة التأثير في الوظيفة العمومية قديش ونسبة معناها قديش مهندسين جدد قديش عندهم فما قديش عندهم فئة أقدمية قديش كذا، معدل ديما ما يسقط قد
لا لا سي ابو بكر، ناكد لك احنا عملنا دراسه وقت اللي قالوا لنا نسبه التاجير في الوظيفه العموميه اقل من المنشات العموميه، عملنا دراسه شملت 5700 مهندس اللي هما شطر المهندسين نتاع القطاع العام، وشملت موزعين على 65 مؤسسه، 54 مؤسسه منهم خرجت لنا نسبه التاجير اقل، مثلا نعطيك على حسب جروب شي بيك اقل ب 28%، الاس ان سي اف تي اقل ب 33%، لي تاب شركه الغاز اقل ب 22%، لا بي اقل من 26% والى اخره. دونك هذا بالارقام، وهما السيد كاتب عام الحكومه جاب الوثائق نهارتها، عنده 30 مؤسسه ارفع شهرياتهم ارفع من الـ من الـ من الوظيفه العموميه. دونك هذه المغالطه الخامسه اللي قال هنا هو يقول الاضراب سياسي غير مقصود. شو احنا الاضراب هذا قمناه بالتدرج، بدينا بالشارة الحمراء، بعد عملنا وقفه احتجاجيه، بعد عملنا اضراب بيوم، بعد عملنا اضراب بثلاث ايام، بعد خمسه ايام، بعد مشينا للمفتوح. فين لو كان جا سياسي كيفاش نجموا ناخذوا اجماع جميع الكتل السياسيه في البرلمان كلهم بالاجماع معانا، وريتهم في الجلسه العامه نتاع 26 ابريل، يعني كلهم بالاجماع معانا علاش لمشروعيه المطلب بتاعنا. عميد 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 مهندسين، كما سمحنا انتم مازلتوا في اضراب ورجعتوا تخدموا، شنو الوضعيه اليوم؟ احنا مازلنا في اضراب لانه المهندسين بالتصريحات اللي زادت بله نتاع السيد كاتب عام الحكومه والسيد وزير الشؤون الاجتماعيه، المهندسين ولاو في حاله بالعكس زادوا وتروهم وزادوا عامل الاحتقان لهم، ولو متحمسين أكثر من قبل، وقالوا توا مقدش حكاية زيادة ولا حكاية كرامتنا وحكاية الموقع متاعنا في وسط الاقتصاد هذا. كان حتى تونس حاجتها بالمعتبرة أن المهندس هو ركيزة الاقتصاد وهو اللي يعمل الاقتصاد. كيفاش لازم نترجموا الدولة؟ زيدونا الفلوس وكهو ونرجعوا نخدموا. لا لا شو سي بوبكر، توا احنا راهو تسعة وقت اللي مشيت للسيد رئيس الحكومة في 3 ديسمبر أكد على المشروعية متاع الشيء هذا. خليني في آخر اجتماع، سيد العميد، آخر اجتماع صار باش وعدك رئيس الحكومة؟ هو آخر اجتماع قال لي إجيتي كلام، قال لي الله يبارك موافقين، ونهار الجمعة اللي فات يعني منذ أسبوع يبدأوا في التنزيل، بقية التنزيل، لأنه يعني هما نزلت 93 مؤسسة من 250 يكملوا البقية. ما رانا كان من بعد من نهار الاثنين تعطلت، رغم اللي يعني بسبب الاتحاد العام توصل الشغل وتدخل الاتحاد العام توصل الشغل، وبعض جامعات عملوا بيانات يعني الله يهديهم، معناتها هما كان من المفروض يخليوا بعد ما تنتهي العمليه يعملوا مطالب، واحنا معاهم ما فهم شيء يمنع. احنا المنظورين نتاعي المهندسين اغلبيتهم منخرطين في الاتحاد، يعني ما نراوش علاش انه بعض افراد في الاتحاد تكون عندهم موقف بالطريقه هذه. شكرا جزيلا. وبرشا كثير منهم بالله يجي ملاحظه في الوقت سيد العميد، شكرا جزيلا. قال في الوقت سيد العميد، زوز مهندسين برك في الوزاره نتاعو على كامل تراب الجمهوريه، يعني انت باش تفهم كيفاش يجموا يعملوا التنميه في وزاره فيها زوز مهندسين برك. شكرا جزيلا.